مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناة سافر مع ريان ترافل ودريان بفلوج رقم 2 والاخير لرحلتي لبودابست هنغاري. اليوم بدنا نزور جزيرة مارغريت اسمها مارغريت ايلاند. هي واحدة من اجمل الاماكن السياحية ببودابست وبتعتبر وجهة مثالية للراحة والاستجمام. خلينا نتعرف على هالجزيرة سوا. موقع هاي الجزيرة بنهر الدانوب بين منطقتين بودا وبشت بوسط مدينة بودابست، والجزيرة هاي كتير كبيرة مساحتها 2.5 كيلومتر. أصل الجزيرة هاي دي بيرجع لعصور الوسطى وكانت معروفة باسم جزيرة الأرانب، بس بقرن 13 غيروا لها اسم على الجزيرة لمارغريت، كانوا على أنه عم بيكرموا الأميرة مارغريت ابنة الملك بيلا الرابع. بهاي الجزيرة مثل ما عم تشوفوا فيها كتير حدائق ومنتزهات، يعني هي بتجي مثل بارك كتير كبير، في كتير مساحات خضراء وواسعة، يعني مكان كتير حلو لتجوا تتنزهوا لتمشوا لتعملوا كتير اكتيفيتيز ورياضة. وفي النافورة الموسيقية، وهيدي اللي شفناها من شوي هي أشهر معالم الجزيرة، بيقدموا عروض مائية أحيانا مع موسيقى وأضواء. في كمان برج الماء اللي بيعود هيدا لقرن 19، هيدا معلم بارز وموقع للعديد من الأحداث اللي بتصير فيها للجزيرة، أحداث ثقافية ومعارض. وفي بهاي الجزيرة كنيسة كتير قديمة اسمها سانت مايكل، وفي حتى دير كمان اسمه دير دومينيكان، وفي كتير بعض الأثار التاريخية القديمة. هلا بالنسبة للأشخاص اللي ما بيقدروا يمشوا كتير مسافات طويلة وما رح يقدروا يستكشفوا الجزيرة كلها، بتقدروا تستأجروا بعض الدراجات الهوائية، وفي كمان أشخاص معاهم غولف كارز بتقدروا تدفعوا لهم مصاري وبيعملوا لكم جولة بكل الجزيرة. وبهي الجزيرة أكيد في أسواق، في سوق هيدا اللي عم بتشوفوه، في كيوسكس، في مطاعم، في كمان بعض المحلات اللي بيبيعوا سناكس وحلويات وكريب واشياء مثل ايس كريم وبوب كورن. وفي ملاحظه مهمه، اذا اجيتوا على هاي الجزيره بدكم تنتبهوا لها، اذا بدكم تستخدموا المرحاض التويلت موجود بكثره البابليك تويلت، بس ما بيقبلوا الا تدفعوا لهم كاش، ما بيقبلوا كارت بيمنت، يعني لازم تدفعوا على الدخوليه بس كاش. بما انه مساحة الجزيرة كتير كبيرة، اخذنا الباص هلا لنوصل على ميلة تانية من الجزيرة. متوفر الباصات وموجود كل الباص ستوبس بكل الجزيرة. وصلنا على هيدا المكان اللي موجود فيه حمام بلاتينوس. للي ما بيعرف ان هنغاريا مشهورة بالحمامات الحرارية الساخنة، هي ورومانيا كمان. بعتقد انا ببودابست في اثنين، في حمامين، في هيدا حمام بلاتينوس، في الثاني اللي اسمه التيرم. هيدا بعتقد دخوليته ارخص من هيداك. وهي فرصة لكم اذا اجيتوا بفصل الصيف كمان لتستمتعوا بهي المي المعدنية الطبيعية، لتجوا تمارسوا السباحة وتسترخوا. يعني عن جد ما تفوتوا الفرصة اذا اجيتوا. نحنا ما كنا حاسبين الحساب فما قدرنا انه يعني نستغل هالفرصة وندخل على هيدا الحمام، اكيد المرة الجاي. بس بعرف ناس انا بيقصدوا خلص يعني جايين على بودابست بس كرمال هيدا الحمام. ومثل ما عم تشوفوا هيدي الاسعار، وكمان حاطين لكم الشروط اذا بدكم تدخلوا لجوا. سعر التيكت يعني مقبول، يعني تقريبا شي 18 يورو. بس قبل ما تجوا لازم تشيكوا اونلاين تشوفوا سعر الدخولية والايام اللي بيكونوا فاتحين فيها، وحتى الاوقات، يعني من اي ساعة لاي ساعة بتقدروا تجوا. وهلا قبل ما ارجع على الاوتيل بدي روح اتعشى بمطعم يوناني. جا عبالي اكل الشاورما اليونانية الجيرو، شفت مطعم امبارح وقلت بدي روح جربه قبل ما ارجع على الاوتيل، فرح اخد المترو هلا واوصل على هاي المنطقة لجرب الجيرو الشاورما اليونانية، لانه سبق وجربتها باثينا وكانت كتير طيبة. وهيدا هو المطعم اليوناني، امبارح شفته حطيته براسي، التاني يوم بدي اجي لعنده، على قد ما كتير حبيت الشاورما اليونانية. بس اكيد مش عاملها على اصولها مثل اليونان، بس انه ماشي حاله. وسعر هالوجبة كان تقريبا 7 يورو. بحب ذكركم اذا بتحبوا تشوفوا صور وفيديوز اكتر لرحلتي لبودابست، عم نزل كتير على الانستغرام وفيسبوك وتيك توك، لينكس موجودين بالدسكريبشن. وبتمنى انكم تتفاعلوا معي بهيدا الفيديو بلايك وشير وكومنت. وبنهاية هيدا الفلوج بتشكركم على المتابعة، وبشوفكم برحلة جديدة قريبا. باي باي.